الذين يشتكون من قلة الرزق وقلة الحظ وسوء الحياة، خزائنهم مليئة وغنية، ولكنهم فقدوا مفاتيح كنوزهم وهي التوكل على الله ثم التفاؤل والصبر والإيمان. الدنيا ثلاثة أيام، الأمس عشناه ولن يعود، واليوم نعيشه ولن يدوم، والغد لا ندري أين سنكون. فصافح وسامح ودع الخلق للخالق، فأنا وأنت وهم ونحن راحلون. فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك.